نحن في بيميني في جزر البهاما، وهو على الغالب أفضل مكان في العالم للغوص مع أسماك القرش المطرقة. سنحاول استدراج القرش المطرقة لعض المقياس، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يجري فيها فعل هذا. قد يتطلب الأمر الكثير من المحاولات والأخطاء، إذ يصعب وضع الجهاز في موقع ملائم بحيث تعضه جيداً، وذلك بسبب موقع الفم أسفل الجسد. يتجه بروك إلى قعر البحر حيث يصطاد القرش المطرقة. تستطيع القروش الحاضنة تمييز الأصدقاء، لكن بروك لم يأتي من أجلها، لقد أتى من أجل هذا. إنها آتية، إن أنثى القرش هذه عملاقة، وهذا ملائم لمقياس القوة خاصتنا. سنحاول تمرير طعم أو اثنين لها حتى تألفنا. يتحكم بروك في حركة القرش قليلاً، وذلك عبر قيادتها بواسطة أنفها بعناية. مطرقة جميلة، إنها كبيرة جداً. وهذه حركة لا يجدر سوى بخبراء القروش من أمثال بروك تنفيذها، فهو يعرف هذه القروش وطباعها جيداً بسبب غوصه هنا لما يقارب العقدين. تبدو جاهزة. إنهم يحبون الأسماك، ولكن بما سينفعهم مقياس قوة العض هذا؟ إنها آتية. استعدوا، استعدوا. لا، لم يحالفنا الحظ. إنها على وشك أن تعض، استعدوا. لم تعض المقياس، اكتفت بأخذ الطعم. استعدي يا ليل، إنها آتية. تبدو جاهزة. يحاول بروك جاهداً إدخال المقياس في فم القرش. إن القرش شديد الحذر من قطعة المعدن العملاقة التي يحاول حمله على عضها. استعدي. استخدمت بعض أسنانها للحصول على ما تريد، ولكن ليس ما يكفي منها لتسجيل العضة التي نحتاج إليها. يأخذ قرش المطرقة الطعم من دون العض على المقياس.